انفجار ثاني دحين في مصفاه حقت ارامكو، محل اللي قبل راسلوا فيها شو اسمه الصواريخ، دحين انفجار ثاني اليوم العصر. الله يستر، هذا ثاني انفجار يرسلوه، ما ادري شكله صواريخ هو او انفجار، ما ادري. الله يستر، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. والله حريق كبير مرة، أكبر من الأول. مصفاة رامكو حي إبراهيمان، محطة البنزين.